والآن مع ختام فقراتنا الشعرية مع الأستاذ جعفر العريبي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. عند مهد الحسين طأطأت هامي، حق للصدق أن يطأطأ هامو. عند مهد الحسين طأطأت هامي، حق للسبط أن يطأطأ هامو. وسقتني الحسين أمي نشيدا، يلهب القلب نشوة وهيام. ولذا للحسين وجهت وجهي، فهو حجي وقبلتي والمقام. سأنادي عليكم بأذان، من يصلي صلاته لا يضام. فإذا صحت حي على الحسين، فاخفضوا الهام واسجدوا يا أنام. بسم الله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على النبي المعتمد وآله المنتجبين المنتدبين في الشدد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ولادة الإباء والشموخ والعنفوان، ولادة الحسين نسمة الوجود ونفحة الوحي. الله قد خلق الحسين بكن فكان، الله قد خلق الحسين بكن فكان. بالفضل والألطاف علمه البيان، وعليه ألقى الله جل صفاته، وعليه ألقى الله جل صفاته. فغدا انعكاس للإله بكل آن. في يوم مولده أتت به فاطم للمصطفى، ويفوح منه الأقحوان. يا معشر الثقلين، هذا أحمد قد ضمه ضما وأشبعه حنان. ويقول إني من حسين في المدى، وحسين مني في امتدادات الزمان. هو والزكي الصبطي سادات الدنا، هو والزكي الصبط سادات الدنا. وبجنة المأوى هنالك سيدان. هذا الحسين تقدست آلاؤه، فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم التقى البحرين أنجز وعده المولى، فأنبتهم بخيرات حسان. كاللؤلؤ المكنون في صلب الهدى، السبط والحسن الزكي يشعشعان. وأتى إلى الدنيا، وأتى الحسين وقد تنفست الدنا. في يوم مولده نسيم العنفوان، ألقت عليه الأم بعض سماتها. فغدا من الحسن الجميل كغصنبان، وأباه أنبته نباتا طيبا. فغدت صلابته كنبتة سنديان، وأتى إلى الدنيا كأنه أوحد. عقمت نساء الكون أن تأتي بثان. الله عظمه
وأعلى شأنه، فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ بمولدك ألقت عليه الأم بعض سماتها، فغدا من الحسن الجميل كغصن بان، وأباه أنبته نباتا طيبا، فغدت صلابته كنبتة سنديان، وأتى إلى الدنيا كأنه أوحد، عقمت نساء الكون أن تأتي بثان. الله عظمه وأعلى شأنه، فبأي آلاء الحسين تكذبان؟ مولدك جينا نهني فاطمة، وجت تهني ويانا أملاك السما، والخلق في يوم عيدك باسمة، عافت الدنيا ونست أحزانها. جينا نلبس سيدي ثوب الجديد، هذا مو ميلاد، هذا اليوم عيد، ولو شلون من عيد جد المصطفى قال عيدوا هل علينا هلالها. أنا ما أكتب قصيدة وانشدك، أنا تكتبني القصيدة بمولدك. أنا ما أكتب قصيدة وانشدك، أنا تكتبني القصيدة بمولدك، ولو اختل الوزن فيها سيدي أكتب اسمك تعتدل أوزانها. قالت أمي من كن الطفل بمهد، جددوا يا حسين يا وليدي عهد. قالت أمي من كن الطفل بمهد، جددوا يا حسين يا وليدي عهد، وخلها بيعة من الولادة للأبد. هذا قول أمي وصح لسانها. ومن أبوي تعلمت حب بوعي، حسين مو محصور في بهجة ونعي، حسين يا ولادي منهج للحياة والقيامة، حسين باب جنانها. حسين يوحدنا بفعل مو بالكلم، حسين يوحدنا بفعل مو بالكلم، حسين وحدة صف وموقف ملتزم، حسين حبل الله وفاز اللي يعتصم بيه، والعشاق عالي شانها. وصار حبك سيدي بدمنا يسيل، لو تميل الدنيا عنك ما نميل أبد والله. صار حبك سيدي بدمنا يسيل، لو تميل الدنيا عنك ما نميل، شلون دونك نهتدي وانت الدليل؟ ولا الباطل والعدل ميزانها، ولا الباطل والعدل ميزانها. نشكر الأستاذ جعفر على هذه الكلمات الولائية، ونسأل الله أن يتقبل منه هذه الكلمات إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله تعالى أن يهب لفاطمة الحسين، وكان مولده في شعبان في ثالث ليلة منه، فلما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعيا وهي حوراء من حور الجنة،
إذا أراد أهل الجنان أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إليها، أوحى الله إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا إلى ابنة حبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحضري ولادتها، وكوني قابلة للحسين كرامة وتفضيلا. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما هبطت لعيا على فاطمة، لحق فاطمة الحياء من لعيا، لم تدر ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حوراء ومعها درنوك من درانيك الجنة، فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه لعيا، فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساقط في كل جانب ومكان، وإذا بها قد وضعت بالحسين أفضل الصلاة والسلام عليك يا رب.